تحية إلى متابعين صفحة اليوفنتوس الأخصائية جنات بوزيد، أخصائية علاج طبيعي. العقد العضلية هي عبارة عن جزء مشدود في العضلة، هذا الجزء يكون حساس أثناء الضغط عليه ويسبب ألم للشخص إما في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى. تكمن نظرية حدوثه في وجود مستوى عالي من الأسيتالكولين. الأسيتالكولين هو مادة كيميائية تعمل كنواقل عصبية للخلايا الأخرى، وبذلك تترتب عندنا أمور أخرى منها ارتفاع مستوى الكالسيوم، انخفاض مستوى pH ويصبح الوسط حمضي، كذلك تقل التغذية الدموية أو تتقلص الشرايين الدموية في هذه المنطقة، ويقل عندنا مستوى الأكسجين، وبذلك يتقلص عندنا الساركومير أو الوحدة للليفة العضلية أو ما يسمى بالقسيم العضلي، وينتج عندنا العقد العضلية في المنطقة اللي حدث فيها كل هذه الأمور. من الأسباب المباشرة في حدوث العقد العضلية الاستخدام المفرط للعضلات، وجود إصابة أو كذلك انقباضات مستمرة في العضلة. وهناك أيضا أسباب غير مباشرة مثل مشاكل في المفاصل أو حتى الضغوطات النفسية. العقد العضلية أما تكون موجودة في نفس العضلات اللي تسبب الألم اللي هو تكون primary، أو تكون موجودة في منطقة قريبة من منطقة الألم اللي هو secondary، أو تكون موجودة في منطقة أخرى غير عن منطقة الألم اللي الشخص حس فيها أو ما يسمى بالreferred pain. كذلك العقد العضلية ممكنها تكون نشطة بحيث أنها تسبب الألم بشكل مباشر، أو أنها تكون كامنة بحيث أن الشخص ما يحس فيها إلا أثناء الضغط عليها. طبعا في العيادة أو بالفحص الإكلينيكي إحنا نحدد مواقع هذه النقاط، والعلاج الطبيعي دور كبير في علاجها. إحدى تقنيات العلاج الطبيعي المستخدمة في علاجها هي الإبر الجافة.